والله يعني ايش تباني اقول، والله صوتي راح، انا احضر يعني من مكة جاي احضر عشان كيان، عشان حب يجيني كذا خذلان، اقسم بالله كارثة. يعني بلنتيان ظلم وحكم وسعد الذي هذا مش اسمه يا شيخ، والله ما اسمه بالزيم. خلاص انت العافيه، شكرا. بسيتك موزي كريستيانو دور ابطال مدري ايش كره ذهبيه وفرها. نحن نبى لاعب يلعب زي الرجال، ما نبى لاعب يقول ما يقدر يمشي، ما يقدر يضغط. ايه والله سووا الخساره، ما عندك لعيبه اجانب زي الناس، جايب لي بنزيما واحد شيبه، دفاع كلهم محلين، جيب يا اخي دفاع اجانب، الناس كلهم تتعاقد مع لعيبه اجانب، جايب لي لعيبه محلين يا اخي، بدل الناس كلهم مبدلين على لعيبه اجانب. عندك من كادش حاسوي لك في الدفاع، غير بدل لعيبه. والله عندك الشتويه طلع اللعيبه الاجانب اللي ما تستفيد منهم، جيب لعيبه اجانب جدد. والله زهقنا احنا نعطيكم اكثر من حجمهم وننخذل منهم بسبب ما هم رجال. خلاص صدقت كل واحد عنده ظروف وضغط، والناس خلاص صارت تبكي ورب البيت. والله ما اقول الا حسبي الله على ما كان السبب، باذن الله الاتحاد حيرجع احسن من اول، بالجمهور بالرجال حيرجع باذن الله. الاتحاد الشوط الاول قدم مستوى والشوط الثاني والله صراحه اي مباراه بنزيما ياخذنا فيها، والله اي مباراه هلال هو حرمنا في العربيه، هلال حرمنا في الهجمه الاخيره هدف الرابع، حرمنا في ضد الاهلي. ايش نبغى بلاعب اذا هو قاعد يحرمنا من الهجمات اللي زي كذا؟ والله ما ادري ايش اقول بصراحه، بس فابينو خرب كل حاجه في الفريق، خرب رتم الفريق وخرب رتم الجمهور، ضيع علينا المباراه من النهايه. وكان ماشي كويس بس لين لقطة فابينو كذا خرب كل حاجة. مرحبا أخوي، لا بالعكس الفريق أدى، ولكن النقص اللي موجود وشوي الأداء ما كان فيه تركيز في التمريرات، لكن الشوط الأول لين قول أول 10 دقائق بشوط ثاني الفريق أدى، من عقب الطرد خلاص يعني ما في أمل. والله هي البلنتيات اللي ما لها داعي زي ما أنت شايف، البلنتيين اللي انحسبت دمرت الفريق، والطرد خلاص يحسبون من اللي عندهم، بس النصراوية يحسبون من اللي عندهم.